فكانت صعبة إنه آخذهم أجمعهم في السيارة وأطلع المحل. طبعاً جاي أسوي جرومينج للكلب حقي. طبعاً الفكرة جت لأنه أنا واحد من مربين الحيوانات وعندي أكثر من حيوان، فكانت صعبة إنه آخذهم أجمعهم في السيارة وأطلع المحل. أوصل للمحل أكتشف إنه في قدامي 3-4 أشخاص، فأضطر إني أنتظر معي 3-4 حيوانات. فما كانت مريحة كعميل. جت الفكرة إنه لا، خلنا نطورها ونخلي نخدم الناس، نروح لبيوتهم نقدم لهم خدمة وهم في بيوتهم. طبعاً جاي أسوي جرومينج للكلب حقي. أول كنا نعاني صراحة بتربية الحيوانات في السعودية، بس الآن مع التطور مع الأشياء اللي قاعد تصير الكويسة هذه، العالم قاعد تتطور بحكم أول العادات والتقاليد عندنا. كان اللي يربي حيوان يعني مشكلة، في مشكلة ما أدري وش هي المشكلة صراحة، بس الآن الحمد لله قاعدين نتطور وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله. مجتمعنا كمجتمع متحفظ ما كانوا متقبلين فكرة اقتناء الحيوانات، وخاصة اللي ساكنين في بيوت أو شقق صغيرة يشوفون الموضوع أنه ممكن هذا تجيب أمراض، ما هي نظيفة وكذا. أما الآن نقدر نشوفهم موجودين في كل مكان عام تقريبا، يتمشون ومعاهم الكلاب، والناس بدأت تتقبل أنه الشخص يقتني كلب أو قطة في منزله.